بسم الله. طبعا كلنا عارفين البرامتر والمحددات وعارفين القوه بتاعتها وعارفين ان في نوعين من البرامتر، في شيرد برامتر وفي بروجكت برامتر، وفي نوع ثالث ظهر من زمان وهو الجلوبال برامتر. تمام، ده ميزته ان هو الخواص بتاعت البرامتر بتبقى موجوده معاك في قلب الريفت. خلينا نقول له مثلا جلوبال برامتر، نقول له احنا عايزين برامتر جديد واسميه مثلا اكس، وده هقول ان هو كومان، هقول ان هو لينس دايمنشن. اوكي طيب، تقدر تعمل اي دايمنشن انت عايزه. اوكي، هاجي هنا في الدايمنشن دوت هحوله دايمنشن حقيقي وهديله قيمه البارامتر اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. تمام اكس. تمام، ممكن تعمل اكثر من حاجه، تخلي ده مثلا برضو اكس، خلي اكس ده مثلا اهو، هخلي دوت دايمنشن ده برضو هو كمان ياخد قيمة اكس. تمام، بعد كده هدخل هنا في الجلوبال بارامتر واقول له غير لي القيمة ديت مثلا 1500. فلاقي ان هما الاتنين خلاص اتغيرت القيمة بتاعتهم ل 1500. طيب ممكن نيجي برضو تاني، الجديد في 2018 ان ممكن لو انت راسم حاجة دائرية يقبل الشيرد برامتر. يعني لو انت راسم، وليكن نرسم دايرة، نرسم ديتيل لاين، الاول ما كانش بيقبل ان هو يحوله، دلوقتي لا، ده ممكن اديله قيمة جلوبال برامتر بالشكل دوت.